بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب لا يرد من سأل بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. فمن سأل بالله وجب تحقيق طلبه، لأنه سأل بالله عز وجل. وفي الحديث: من سألكم بالله فأجيبوه، أو ما هذا معناه؟ نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. استعاذ بالله من شر الأشرار أو الأذى، فإنه تجب إعاذته، أي بأن لا يصل إليه شيء من الأذى أو المحذور. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه. نعم، ثلاثة هذه الألفاظ: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، يعني دعاكم إلى كرامة عنده أو إلى طعام عنده فإن له الحق في أن تجيبوه تحقيقا لطلبه وجبرا لخاطره، وهذا من مقتضى الأخوة في الله. نعم. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي أعطوه مكافأة تليق بهذا الطلب. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال: قوله باب لا يرد من سأل بالله، ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة، فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب، فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا. نعم، هذا النوع الأول، إجابة السائل بالله إذا سأل من بيت المال فإنه تجب إجابته، لأن له حق في بيت المال، كل مسلم من الرعية فإن له حق في بيت مال المسلمين. نعم. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل، فيجب أن يعطيه ما يدفع على حسب حاله ومسألته. نعم، كذلك إذا سأل المحتاج شيئا له فيه منفعة ومصلحة فإنه تجب إجابته إذا سأل بالله. من سألكم بالله فأجيبوه، تعظيما لله سبحانه وتعالى، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن له حقا في هذا المال. نعم. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل، فيجب أن يعطيه ما يدفع على حسب حاله ومسألته. وأما إذا سأل من لا فضل عنده فيستحب أن يعطيه
على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته. نعم، المقصود أن من سأل بالله وجبت إجابته تعظيما لله سبحانه وتعالى، وأيضا إذا كان هذا السائل له حق في هذا المال كأن يكون من بيت مال المسلمين فإن له حقا فيه، تجب إجابته وإعطاؤه ما سأل. نعم. وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. إذا كان مضطرا إلى هذا الشيء الذي طلبه وسأله فإنه يجب أن يعطى ما يدفع ضرورته تحقيقا للأخوة الإسلامية ودفعا لحاجة هذا السائل. نعم. ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين. مقام الإنفاق على المحتاجين من أشرف مقامات الدين، لأنه من التعاون على البر والتقوى ومن دفع حاجة المحتاج. ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشح. نعم، مقام الإنفاق، الإنفاق على المحتاجين والسائلين من أعظم مقامات الدين، لأنه من التعاون على البر والتقوى ومن دفع حاجة المحتاج، وهذا موجب الأخوة الإسلامية ومن موجب التعاون على البر والتقوى. نعم. وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشح، فالأول محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهما. يعني البخل والشح مذموم في الكتاب والسنة، وكذلك الجود والعطاء والإنفاق هذا محمود في الكتاب والسنة. نعم. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الردي، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني تقبلونه على كره، ولا ترغبون فيه. فهكذا المسلم الذي أنعم الله عليه وأعطاه من المال فللسائلين حق في هذا المال يدفعه إليهم، وذلك مما ينمي ماله وينزل فيه البركة، بخلاف البخل فإنه يبغض الشخص حتى إلى أولاده، أولاده يبغضون أباهم البخيل، فالكرم يحبب الشخص إلى أضداده، والبخل يبغض الشخص إلى أولاده. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه
إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. أنفقوا من طيبات يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، أي تصدقوا وأخرجوا من طيبات ما كسبتم من الحلال الطيب النافع، ولا تيمموا الخبيث. والخبيث هنا الردي، الردي من المال، منه تنفقون ولستم بآخذيه. لو أعطاكم أحد من هذا المال الردي لم ترضوه ولم تقبلوه إلا على كره. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، لو دفعه إليكم دافع فإنكم لا تقبلونه إلا على مضض وكره. فلا تقصدوا الردي من المال منه تنفقون، ولكن اقصدوا الطيب من المال والجيد من المال. نعم. واعلموا أن الله غني حميد. الله جل وعلا غني حميد محمود سبحانه وتعالى. فالله غني عن هذا المال الردي، فلا تنفقوا منه على المحتاجين، ولكن أنفقوا من الجيد الطيب. نعم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان إبليس لعنه الله، وكل من اتصف بصفات الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم الفقر، يخوفكم بالفقر. لو أنفقتم من المال الشيطان يخوفكم بالفقر. وأما الله جل وعلا فإنه يحثكم على الصدقة وعلى بذل المال وإعطاء المحتاج. الله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. نعم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يأمركم بالفحشاء يعني منع الزكاة. يأمركم بالفحشاء أي يأمركم بمنع الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام. نعم. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. والله يعدكم مغفرة لذنوبكم وفضلا في أموالكم، بأن ينميها لكم ويزيدها بالإنفاق. فالمال الطيب يزيد بالإنفاق ولا ينقص. في الحديث ما نقصت صدقة من مال، بل تزيد بل تزيد بل تزيد. نعم. والله واسع عليم. والله واسع عليم، واسع الفضل، واسع الإحسان، واسع الخير، عليم بما يصلح العباد والبلاد. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يأمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بأن ينفقوا من المال الذي أعطاهم إياه، فهو مستخلف فيه، وهذا المال لله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء ويمنعه ممن يشاء، فهو مال الله جل وعلا. وقد استخلفكم عليه، فأحسنوا الخلافة وأعطوا من هذا المال، وأحسنوا كما أحسن الله إليكم. نعم. وذلك الإنفاق من خصال البر المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه خصال البر ذكرها الله سبحانه وتعالى لعباده ليتسابقوا إليها ويعملوا بها، والله جل وعلا يخلف عليهم بخير مما أنفقوا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. فالمال الطيب ينمو ويزيد بالإنفاق، لا كما يتصور الناس أن النفقة الطيبة تنقص المال، وإنما تزيده وتنميه وتبارك فيه. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، وذلك والله أعلم لتعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم، قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر المتصدقين والمتصدقات مع هؤلاء الطيبين الذين وصفهم بهذه الصفات العظيمة، وأنه وعدهم سبحانه مغفرة منه لذنوبهم وأجرا عظيما لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة، حث أصحابه على الصدقة حتى النساء. قال: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. فتصدقنا رضي الله عنهن بما عليهن من الحلي لما سمعنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبادرنا إلى امتثال أمره وترغيبه. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. نعم، لأن الصدقة ودفع الزكاة الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة فيها خير عظيم يعود على المتصدقين والمنفقين، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار، فقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم، أثنى الله جل وعلا على الأنصار من أهل المدينة بأنهم يؤثرون على أنفسهم، يؤثرون المحتاجين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني بهم حاجة إلى المال، فيؤثرون إخوانهم به على أنفسهم. هذا دليل على قوة الإيمان وعلى صدق الأخوة فيما بين المسلمين. نعم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق
شح نفسه بأن يقيه الله جل وعلا ويعيذه من شح نفسه، كما قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفوس شحيحة ولا يقاوم هذا الشح إلا صدق الإيمان والتصديق بما وعد الله سبحانه وتعالى المتصدقين. نعم. والإيثار من أفضل خصائص المؤمن كما تفيده هذه الآية الكريمة، وقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هكذا المؤمن ينفق من ماله يريد ثواب الله عز وجل، لا يريد مدحا من المعطى وهو الشكور، ولا يريد منه جزاء بأن يرد عليه مثل ما أنفق أو أحسن، وإنما يريد ثواب الله عز وجل. نعم. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا، ومن كان سعيه للآخرة رغب في هذا ورغب. من كان سعيه للآخرة يريد ثواب الله فإنه يرغب في الصدقة والإنفاق ويعد بالخير، بخلاف المنافق والكافر فإنهما يأمران بالفحشاء، والشيطان يأمر بالفحشاء وهو منع الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام. نعم. وبالله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.